بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم، فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم. هؤلاء الذين جعلوا عمرهم لغيرهم هم الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا تكونوا مثلهم. اعلموا إخوة الإسلام أن الله عز وجل جعل النجاة في توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم لكل مكلف من المكلفين من الإنس والجن، فإنما خلقوا لتوحيده وعبادته، وخلقوا لكي يفردوه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة دون من سواه، ولا يتم ذلك إلا باتباع شرع الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ونجاة الأمة كذلك بتحقيق العبودية العامة فيها بنظم الحياة التي هي مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعبودية الفرد واجبة على كل مكلف، لا يغني عنه أن يكون غيره ملتزما بذلك أو غير ملتزم. وأما عبودية الأمة فهي أن تكون في نظم حياتها وجميع شؤونها ملتزمة بأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الفرق العظيم بين هذا الدين وبين سائر الأديان والملل التي ليس فيها نظام للحياة بالنسبة لمجموع المجتمع والأمة والدولة في السياسة والاقتصاد والاجتماع والأمر والنهي والتعليم والإعلام، وفض الخصومات بين الناس والعقوبات من تعزيرات وحدود. كل ذلك هو عبودية الأمة التي إن أخذت من الإسلام فهي تعبد الله، وإن أبت شرع الله عز وجل وأخذت غيره والتزمت بغيره فهي في الحقيقة تعبد غير الله. إما تعبد الأحبار والرهبان، وإما تعبد السادة والكبراء والملوك. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ قال عز وجل عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما قال له إنا لسنا نعبدهم قال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. وأما طاعة الملوك والكبراء والسادة فقد قال سبحانه وتعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فكل مطاع على غير بصيرة من الله وكل من يتبعه الناس في الشرك بالله والكفر به وبرسله فهو من هؤلاء الذين يصرخون في النار طالبين فهو من الذين يتبرأ منهم وممن يطلب بعضهم لبعض مضاعفة العذاب كما بين الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه في مواضع. ولذلك كان الحرص على عبودية الأمة بإقامة شرع الله عز وجل فيها أمرا أساسيا في نجاتها وفي بقائها واستمرارها. والله عز وجل قدر لأمة الإسلام أن لا تموت كأمة أبدا، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فلم يجعل الله عز وجل عليهم عذاب الاستئصال من فوقهم أو من تحت أرجلهم، ولكن قدر سبحانه وتعالى أهون أنواع الفتن العامة والعذاب العام عليهم، وهو أن يتفرقوا شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. قال الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. قال أو من تحت أرجلكم. قال أعوذ بوجهك. قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال هذه أهون، وذلك أنه سأل الله أن لا يفرقهم فمنعه ذلك ولم يعطه إياها لما سبق من قضائه وقدره. ولكن هذا التفرق لا يمنع من النجاة بإذن الله لطائفة على الحق منها قامت بما يجب عليها، كما قال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فجعل الله العذاب العظيم لمن خالف البينات ولمن تفرق بعد البينات لم يلتزم بها، وهذا هو التحزب المذموم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي القراءة الأخرى من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، فمفارقة الدين في جزء من أجزائه أو مفارقته بالكلية، ومن كان مفارقا للدين في بعض ما أنزله الله من الوحي المقطوع به غير مؤمن بالباقي. ذلك أن الله عز وجل قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال سبحانه وتعالى في من فرق بين الله ورسله فآمن ببعضهم وكفر ببعضهم إن الذين يفرقون بين الله ورسله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. لذا كان من جحد أو أبى واستكبر عما أنزل الله أو عن جزء منه وهو يعلمه فإنه والعياذ بالله قد كفر بالدين كله، نعوذ بالله من ذلك. لذلك نقول إن النجاة إخوة الإسلام للأمة في وجود طائفة منها قائمة بأمر الله
وهم في ذلك لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فالدعوة إلى شريعة الله سبحانه وتعالى، وهي تشمل في المقام الأول توحيده سبحانه والإيمان به وبرسله الكرام، فالعقيدة الصحيحة هي أعظم أجزاء هذه الشريعة. ليس كما يظن الناس أن الشريعة معناها فقط إقامة الحدود، فهو جزء، هذا إقامة الحدود جزء من العقوبات، من نظام فض الخصومات وإقامة العقوبات على من ارتكب الجرائم، وهذا أحد أنظمة الإسلام. وأما أعظم الأمور فهو توحيد الله وترك الشرك به والتحذير من الشرك به، سواء ما كان متعلقا بالغلو في الصالحين أو ما كان متعلقا بأمر التشريع والحكم بين الناس. فإن من اعتقد أن غير الله له أن يحلل ويحرم ويشرع فإنه قد أشرك بالله، ومن تحاكم إليه على ذلك كان عابدا له من دون الله. وكذلك فيما يخص أمر الولاء والبراء، فإن من رضي بملة غير الإسلام وصحح ملة غير ملة الإسلام وأحب الكافرين ونصرهم على كفرهم وأطاعهم في كفرهم وصدهم عن سبيل الله واتبعهم على ذلك كان منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي في متابعتهم وموافقتهم على باطلهم وكفرهم وشركهم، وليس من ذلك البيع والشراء والمعاملة معهم والعدل في هذه المعاملة وعدم الاعتداء عليهم. فالبعض يخلط بين هذا وذاك، والبعض قد يجعل مجرد الكلام والحديث أو مجرد الجلوس أو مجرد البيع والشراء بجهله موالاة ومتابعة لهم، وليس الأمر كذلك. فقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الكافرين وتفاوض معهم وقبل الخطة التي سألوها من أجل تعظيم حرمات الله، وإن كان فيها من الإجحاف والظلم على المسلمين، لكن لأجل المصلحة الراجحة قبل ذلك، ولأجل دفع المفسدة عن المستضعفين من المسلمين الذين كان يمكن أن يقتلوا بدلا من حبسهم، قد كانوا في مكة محبوسين، ومع ذلك كان هجوم المسلمين على مكة في الحديبية يؤدي إلى قتلهم. فقال الله عز وجل: هم الذين كفروا، قال عن المشركين: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فلا بد، إن لم نستطع منع الشر والفساد لابد أن نقلله. فكان المسلمون عاجزين عن أن يخلصوا المستضعفين بالكلية، لكن لم يجز لهم أن يتسببوا في قتلهم، كمن يستجير من الرمضاء بالنار، ذلك أنه يزيد الفساد ويزيد الظلم ويظن أنه ينصر المظلومين وهو يزيد بلاءهم، نسأل الله العافية. لذلك كان لابد من أن نعمل ما أعمله النبي عليه الصلاة والسلام. فالشريعة في المقام الأول إقامة التوحيد ومحاربة الشرك في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، وكذلك من أخطر مظاهر الشرك عبودية الشهوات من دون الله، وإن لم يسمها الناس عبادة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم محاربة البدع بأنواعها المختلفة، خصوصا من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن فيهم
ويغالي في الأئمة وأهل البيت حتى يرفعهم إلى مقام الآلهة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وينصب خصوبة وهمية بين أهل البيت الأجلاء رضوان الله عليهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحبة وآل البيت كلهم متوافقون على أهل السنة، على عقيدة أهل السنة والجماعة. فالغلو في الأئمة والطعن في الصحابة من أخطر البدع، وهو يترتب عليه تكفير المسلمين، وهي كذلك من أخطر البدع، بدع الخوارج. فنشر العقيدة الصحيحة يحارب به الفكر المنحرف الذي يسفك دماء المسلمين ويترك أهل الأوثان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي اتهمه في دينه عليه الصلاة والسلام، واتهمه في تقواه وفي إخلاصه، فقال في قسم النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد وجه الله، يتهم النبي في إخلاصه، يقول: يا محمد اتق الله واعدل. فقال: ويحك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ فمن يعدل إن لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فاستأذنه بعض أصحابه في قتله، فقال: دعه، فإن له أصحابا تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نسأل الله العافية من ذلك كله. وكذلك التحذير من أنواع البدع كلها، ومن سلامة المعتقد الذي هو من شرع الله في المقام الأعلى. ثم كذلك لا بد في شرع الله عز وجل من إقامة العبادات، ومن إقامة الأخلاق، ومن إقامة نظم تعليم الناس وإفتائهم في دين الله عز وجل. فالعبادات والمعاملات والأخلاق كل ذلك من شرع الله، من الشريعة، وكثير منها لا يتم إلا بالدعوة إلى الله. لذا كانت سبب النجاة ووجود طائفة مؤمنة على علم وعدل يمنع أن تهلك الأمة كلها. والله سبحانه وتعالى قد قدر على المسلمين أنهم في أزمنة يصيبهم البلاء بتسلط الأعداء إذا انتشر فيهم الفساد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد خرج مغموما ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه، وحلق بالإبهام والوسطى. فقالوا: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فلا بد أن نحذر على أنفسنا من الفتن التي تصيب المجموع وليست تصيب الظالمين فقط، وهذه من أخطرها انتشار الإهلاك بسبب الاقتتال وبسبب الفرقة وذوق بعضهم بأس بعض، أن يذيق الله بعضنا بأس بعض. فإن الأمة لن تهلك بقذف ولا بمسخ يعمها، وإنما يصيبها هلاك عظيم في بعض أقطارها بأن يتفرقوا عن السنة، وأن لا يوجد فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيقع الهلاك الكثير بسبب أن تفرقوا وذاق بعضهم بأس بعض، أن تفرقوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض. إن النجاة من ذلك، وأن لا ينزل هذا البلاء الذي يصيب الصالحين ويقتل فيه الأبرياء، لأن البلاء إذا نزل لم يخص الظالمين فقط،
النجاة من ذلك بوجود الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يمنع العذاب العام. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي وفيهم من يستغفر. والطائفة المؤمنة في مجتمع تنتشر فيه المعاصي على أحوال منها أن يكونوا قادرين على أن يأمروا بالخير ويدعوا إلى الخير، أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فيسكتوا على ذلك، يكونون قادرين على تغيير المنكر بأيديهم أو بألسنتهم فيتركون ذلك حتى يعم الفساد، فلذلك يبدأ بهم ولا يكونون صالحين ويكونون ضمن المعذبين، بل به فابدأوا، كما ورد في الحديث عن الله عز وجل: به فابدأوا، أي بذلك الرجل العابد، بذلك الرجل العابد الذي لم يتمعر وجهه في الله. فهذا حال. وحال آخر أن تقوم الطائفة المؤمنة بما قدرت عليه، ولكن يكون الفساد كثيفا وكثيرا والخبث شديدا فيهلك الجميع وينجو يوم القيامة وليس في الدنيا من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر قدر طاقته ولم يستجب له، وذلك إذا لم يظهر في المجتمع أي أثر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، وإن كان ذلك ليس هلاكا للأمة كلها، ولو هلك العرب بقي غيرهم، ولكن يحصل لهم شر كثير، وذلك لكثرة الخبث. ومن أعظم ذلك التفرق حتى تحدث المقاتل. ولقد قرأ الصحابة هذه الآية الكريمة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وقالوا: ظننا أننا لسنا من أهلها حتى وقعنا فيها. عندما انتشر نوع من الفساد وعمت الفتنة الجميع وقتل الأفاضل من المبشرين بالجنان على أيدي بعضهم بعضا في الفتنة الكبرى التي وقعت بين الصحابة، وكان يبكي بعضهم على بعض ويصلي بعضهم على بعض حزنا على ما حدث، وذلك بسبب ترك الفساد ينتشر. فتصوروا حينما يزداد الفساد أكثر أضعافا مضاعفة عن الفتنة التي وقعت أيام الصحابة، ذلك الخطر الكبير. ثم حال آخر للطائفة المؤمنة التي تقوم بما تقدر عليه ويظهر أثر ذلك في المجتمع، فيمتنع العقاب العام ويقل البلاء ولا يعذب إلا الظالمون، وذلك إذا بذل المؤمنون كل جهد لهم. ولقد قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. إخوة الإسلام، تريدون النجاة لأنفسكم ولأهليكم وأولادكم ولبلادكم ومجتمعكم، لابد أن نكون من هذه البقية التي بقيت على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان. فهذا سبب النجاة إخوة الإسلام، وذلك أن يظهر في المجتمع أثر هذه الدعوة المباركة إلى الله بالعقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والمعاملة الصحيحة والأخلاق المستقيمة والدعوة إلى إقامة نظم الحياة في الأمة وعبودية الأمة. عند ذلك يمتنع العقاب العام، وقد يكون هناك بعض الظلم والفساد، لكن لا تهلك الأمة في مجموعها. وعندما نفارق أهل الباطل يقع الفساد، يقع الهلاك عليهم. ألم تسمعوا قول الله عز وجل:
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قرية من قرى بني إسرائيل كانت على ساحل البحر عملها صيد السمك انتشر فيهم الفسق الخروج عن الشرع فحرمهم الله الرزق الحلال وفتح لهم باب الرزق الحرام كان محرما عليهم أن يعملوا يوم السبت فكان السمك يأتي في البحر يوم السبت فقط ويوم لا يسبتون لا تكون في البحر سمكة واحدة. كانت الحيتان تشرع زعانفها في البحر كأنها تقول لهم خذوني يوم السبت ولا تأتي سمكة واحدة من الأحد إلى الجمعة. فبدلا من أن يتوبوا إلى الله تحايلوا على شرع الله فنصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا السمك الذي وقع فيها يوم الأحد فوقع الصيد في الحقيقة يوم السبت وتحايلوا على شرع الله وأظهروا الالتزام ظاهرا وهم في الحقيقة مخالفون فانقسم المجتمع إلى ثلاث طوائف. طائفة تفعل هذه الحيلة المحرمة وتعتدي في السبت في الحقيقة وطائفة نهتهم وذكرتهم وقالت اتقوا الله وتوبوا إلى الله وطائفة سكتت وقالت للدعاة إلى الله لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فقال المؤمنون العاملون الدعاة إلى الله معذرة إلى ربكم نعتذر إلى الله نقيم عذرنا بين يدي الله أننا لم نسكت عن المنكر والفساد وأننا سعينا إلى تطهير البلاد من هذا بالتوبة إلى الله حتى وإن لم يستجب كثير من الناس لعلهم يستجيبون في المستقبل ولعلهم يتقون. والظاهر أنهم لم يكن عندهم القدرة على التغيير باليد والأخذ بأيديهم على أيدي المعتدين وذلك أن الطائفة الفاسدة بقيت على ما هي عليه بل زادت وعتت. قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعل الله عز وجل هذه الطائفة المجرمة جعلها قردة. في يوم من الأيام مسخ الله عز وجل الذين اعتدوا في السبت مسخهم فجعلهم قردة خاسئين. وقيل مسخ شيوخهم خنازير ومسخ شبابهم قردة. وأنجى الله الذين أنهون عن السوء وسكت عن الساكتين. فاختلف العلماء في الطائفة الثالثة بعضهم قالوا هلكت مع الهالكين ومسخت وبعضهم قالوا نجت مع الناجين لأنها كرهت المنكر. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أنكر فقد برئ فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ ولكن من رضي وتابع. فحين لم يرضوا ولم يتابعوا نجوا ومن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ. لذلك قالوا بنجاة هؤلاء والله أعلم هل نجوا أم لا. لكن الله ذكر في كتابه نجاة الآمرين الناهين عن المنكر الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر أنجينا الذين أنهون عن السوء. فهل نترك مجتمعنا ينتشر فيه الفساد وينتشر فيه الظلم وتنتشر فيه البدع وبعد ذلك نقول أصابتنا المحن؟ ألا نرى أمما حولنا قد أصابها من المحن ما أصابها حتى كان القتلى فيها بالملايين وحتى كان الجرحى أكثر منهم وحتى تفرقوا في البلاد؟ ذلك لضعف الدعوة إلى الله بل غيابها. فلا بد وأن تكون الدعوة إلى الله ظاهرة في المجتمع ظاهرا أثرها
في استجابة الناس في جميع أنواع الأمور التي جاء بها الشرع. إخوة الإسلام، هذا سبيل النجاة. إذا أردنا النجاة لمجتمعنا، وقد يدفع الدعاة إلى الله ثمنا غاليا من دمائهم أو أعراضهم التي تنتهك، أعني أن يسبهم المخالفون وأن يطعنوا فيهم وأن يؤذوهم أنواع الأذى، وربما يحدث لهم أكثر من ذلك، ولكن لا بد وأن يقوموا بالحق وأن يكون ذلك وفق الشرع، ليس كما يفعل الجهال الذين يزيدون الفساد ويزيدون الظلم بجهلهم وبدعتهم وظلمهم للمسلمين بأنواع الأذى التي يصيبونهم بها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وأن ينجي أمتنا، وأن يحفظ وحدتها، وأن يقيم الدين فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لما كانت الدعوة إلى الله سببا للنجاة للفرد والأمة، وسببا لصلاح المجتمع، وسببا للنصر على الأعداء، وسببا لإقامة الشريعة في المجتمع، وذلك أن إقامة الشرع لا يمكن أن يتم إلا بوجود طائفة على علم وعلى عدل تقيم الدين وتسعى إلى إقامة هذا الشرع في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق ونظم الحياة كلها. لما كان الأمر كذلك، كان لابد أن تتم الدعوة إلى الله بما شرع الله. قال عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تأمل حسن الأسلوب، كم ذكر الحكمة في نفسها تتضمن معنى الإحسان. والموعظة لم يكتفي بالموعظة، وإنما قال الحسنة والموعظة الحسنة. وأما الجدال فقال بالتي هي أحسن، وقال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإذا كان الله عز وجل قد أمر موسى وهارون في رسالته إياهما إلى فرعون أن يقول له قولا لينا، وهو من أطغى الطغاة وأكفر الكفرة المدعين للألوهية، قال عز وجل: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكيف إخوة الإسلام بالمسلمين؟ المسلمون الذين يصلون ويصومون ويحجون أولى بالرفق معهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. لهذا نقول: لابد أن تكون الدعوة إلى الله بعلم وحلم وصبر. لا بد أن تكون بهذه الثلاثة: علم قبلها، وحلم ورفق معها، وصبر بعدها على ما يصيب من الأذى. وأما إذا كانت بجهل، وضعت الأشياء في غير موضعها، كمن يكفر المسلمين ويستبيح دماءهم وأموالهم، فإنه باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقع في الفتنة والعياذ بالله، ويفتن الناس ويصدهم عن سبيل الله، ويسفك الدماء المحرمة وهو يظن أنه يمنع الفتنة والفساد، أو يتسبب في ذلك فيكون شريكا في الإثم لمن باشر الظلم والعدوان. فلا تجوز الدعوة إلى الله إلا بالعلم، والعلم عندما يفتقد يؤدي إلى أنواع من المفاسد. وصاحبه حين يعمل بجهل، وصاحبه حين يخالفه يكون مع الهالكين، والذي يعمل بغير علم يكون من الهالكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. فالذي
علم الحق وقضى به فهو في الجنة، والذي علم الحق ولم يقض به فهو في النار، والذي لم يعلم الحق فهو في النار. فالذي يتجرأ على الفتاوى في الحلال والحرام، ويتجرأ على الدماء، ويتجرأ على الأموال وهو لا يدري شيئا، والذي يكفر المسلمين بالمئات والألوف والملايين وهو جالس بجهله، ربما يأخذ قتل ذنب قتل كل هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. والذي يبرر للظلمة أذية المسلمين ويقول لهم دماؤهم حلال فاقتلوهم، ويعمم الأمر حتى يقتل أبرياء لا يرفعون سلاحا ولا يعتدون على أحد، هو أيضا من هؤلاء المفسدين، وإن كان تزيى بزي العلم وتدثر بدثارهم. المسلم أخو المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كلمات النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا نقول: لا بد وأن يكون هناك علم حتى توضع الأشياء في مواضعها، ولا يعاقب إنسان بجريرة غيره، ولا يقتل إنسان بغير حق أذن الشرع فيه، وكل ذلك لابد أن يكون بعلم كما ذكرنا. ثم الحلم أثناء الدعوة إلى الله، والرفق واللين في مخاطبة المسلمين بل والكافرين، وخصوصا من يؤدي العنف معه إلى زيادة الظلم والفساد. فإن أهل السلطان والمال والجاه عندما تخاطبهم باللين تكسب قلوبهم، وعندما تخاطبهم بالتغليظ تفقدهم وتدفعهم إلى الهلاك دفعا ومزيد من الفساد. نسأل الله العافية. وتأمل كيف كسب يوسف عليه السلام قلب الملك بأن أول الرؤيا مجانا، ولم يطلب حتى الخروج من السجن. فلما كلمه وعرف رجاحة عقله بعد ظهور براءته وقد كان مظلوما سنوات طويلة، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. تأملوا كيف يفعل الحلم والرفق خصوصا مع هذه الطوائف، أهل الملك والجاه وأهل المال والغنى وعموم الناس، فضلا عن الضعفاء الذين هم ألين قلوبا، الفقراء ألين قلوبا وأضعف أفئدة من أن يتحملوا الاستكبار عليهم. فإذا كنت ترفق بالكبير فكيف رحمتك بالصغير؟ إذا كنت أمرت أن ترفق بالقوي فكيف لا ترفق بالضعيف المنكسر؟ إياك والتكبر على من تدعوهم إلى الله، وأحذر أن تتألى على الله. ألم تعلم في قصة الرجل الذي كان يلقى أخاه على معصية فيقول: اتق الله ولا تفعل، فيقول: دعني وربي، أجعلت علي رقيبا؟ حتى اغتاظ منه يوما فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: قال كلمة أهلكت دينه ودنياه: والله لا يغفر الله لك. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل قد حبط عمله لتكبره على الناس. نعوذ بالله من الكبر. بيان الحق لا يعني زوال الشفقة، ولا يلزم منه زوال التواضع أو حصول الاستكبار والعلو، فضلا عن الاتهام بالباطل لأهل الحق إذا خالفوك في أمر. وأما الصبر فلا بد أن تصبر، ولا بد أن تعفو وتصفح، ولا بد أن تسامح، لأنك أغناك الله من فضله. فإذا كنت كذلك، وإذا كنا كذلك، منعنا الفساد عن بلادنا. إن البلاد في مأزق خطير، وإن الأمة في منعطف خطير، في مفترق طرق، وبلادنا في موضع القلب منها، من الأمة الإسلامية كلها.
إذا هلكت هلكوا جميعا إلا ما رحم الله، فاحذروا أن تضيعوا هذه البلاد أو أن تصل إلى الفوضى والخراب. نسأل الله العافية. وإنما النجاة كما ذكرنا في الدعوة إلى الله على بصيرة سبيل النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم والحلم والصبر. نسأل الله عز وجل أن يعافي بلادنا ومجتمعنا والمسلمين في كل مكان من كل سوء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، وأهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بك واتبع رضاك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وأقم الصلاة.